اتأخروا علينا قوي. علي بريق صبري، كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم، إلا أن السيد رئيس الجمهورية حين صدق على الحكم أمر بتعديل الحكم إلى معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية. رقم 1929، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم فريق أول متقاعد محمد فوزي أمين فوزي بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك نظير المنسوب إليه